اتفضلي اسمعي الفويس نوت دي. قفل موبايلك ليه يا حيوان؟ انت والصفصه اللي معاك فاهم الوسخه اللي معاك انا عملت لها محضر زنا واني هحبسها لحواضيها في 60 داهيه. ابني فين؟ ابني اللي انت خدته على الجهاز وكتبته باسمك. هنا واتس جوين اون؟ انا محضر زنا؟ لا حول ولا قوه الا بالله. يعني ايه ده؟ انا اسف. بتعملي ايه؟ هنا فضلك انا يا حازم انا بتعملي محضر زنا؟ انا يا ابن الكلب. ده انا قلت لك اقف بايديا بعد ما خدتيني وكتبتي ابني باسم الحيوان اللي انت ماشيه معاه. اسكت خالص. ماشيه مع مين؟ اخرس. انت اتجننت؟ انت ما بقتش شايف قدامك؟ مين يا هنا؟ ما رفقه بقالك قد ايه؟ لازم شفتيش على حقيقتك. طلعتي واطيه وتربيه واطيه. قسما بالله العظيم يا حازم لا هدفعك تمن اللي انت بتقوله ده غالي قوي. وشرفي اللي انت عمال تمرمغه دلوقتي بكلامك ده لما مش هتعرف تجيب سيرته تاني ابدا. تعرفي بقالك قد ايه؟ والواد الصغير ده باين ابنه ولا ابن مين؟ اظهري على حقيقتك كده وطلعي الوساخه اللي جواكي. اخرس اخرس خالص. ده احنا حنينه سوا يا زباله. احنا خدوا ابني مني، خدوا ابراهيم، وانا هنا بحاول ارجعه بقضيه. مين اللي خد ابراهيم؟ كتبته باسمه عشان يرضوا يرجعه لي. ابراهيم فين يا هنا؟ هنا طفحة دم وبعمل المستحيل عشان ارجع لك ابنك وانت بتتهمني في شرفي. هنا ردي عليا، ابراهيم فين؟ وحياة امي قسما بالله العظيم لا هرجعه. ومش هتشوف مش هتشوف ضفر ابنك ولا ضفري يا واطي. اهدي يا هنا بليز اهدي. قلت له اني ضيعت ابنه. اتس اوكي. صلي على النبي هنا وحد الله. سارة سارة استاذ مؤنس ارجوك بلاش كده. سارة ايه في ايه؟ انت اتصلتي بحازم؟ الموضوع يخصني. كلمتيه؟ ايوه. انا اسفه انا كان قصدي. كلمتيه ليه وامتى وجبتي رقمه منين اصلا؟